طيب خليني اخد معايا على التليفون دكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي. اهلا بك يا دكتور. عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. طيب من مؤتمر ومعرض الطاقة الدولي في نسخته السابعة إيجيبس، ويمكن الرئيس اتكلم على ما يحدث في الطاقة وما يحدث من عدم التنفيذ أو الوفاء بالتعهدات الدولية من كبريات الدول، وتبقى دائما اقتصادات الدول الناشئة ضحية. فيجي السؤال، هل توجد حلول لو صح التعبير لهذه الجدلية؟ طيب هو بداية بس هي ايه الجدلية اصلا؟ الجدلية دلوقتي ان المستفيدين من تلوث البيئة هم المضرورين من التحول. فده اول حاجة. تاني حاجة انه يعني ايه، طيب اول حاجة المستفيدين من تلوث البيئة هم المضرورين من التحول. الدول الاكبر تلويثا للبيئة هم الاكثر غنى بمصادر الطاقة الملوثة. يعني مثلا الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر منتج للطاقة في العالم، اكبر منتج للبترول في العالم، ودلوقتي تاني اكبر مصدر للغاز في العالم. الصين مثلا، الصين عندها كميات ضخمة جدا من الفحم الحجري، وبالتالي التحول، روسيا نفس الوضع، حتى يعني النرويج، بريطانيا، الدول دي عندها كميات ضخمة جدا من البترول، وبالتالي التحول في الوقت الحالي عن مصادر الطاقة الملوثة يضرها. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنه في حالة التحول المصادر دي تعتبر ببلاش، بقت بأرقام ضعيفة جدا. تخيل حضرتك ثروة الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري ومن الغاز اللي هو بيسموه الشيل جاز، يعني أو الغاز الصخري دوت، تساوي تريليونات الدولارات حرفيا. تخيل حضرتك في حاله التحول او في حاله التعهد بعدم التلويث، الثروات البتروليه دي تبقى قيمتها صفر بكره الصبح. وبالتالي اول حاجه هو عنده دوافع بتمنعه من انه يتحول لهذه الطاقه المتجدده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه عدد كبير جدا من المعادن الموجوده في الطاقه المتجدده مش موجوده عند الدول الملوثه. يعني مثلا بدل ما اللي هيجيب فلوس بعد كده او مصادر الثراء بعد كده، بدل ما هي بترول وفحم وغاز، هتبقى معادن نحاس، ألمونيوم، كوبالت، منجنيز. الحاجات دي مش موجوده عند الدول الملوثه، والعكس بالعكس موجوده عند الدول اللي دلوقتي حالا بتعاني. دي تاني حاجه. تالت حاجه والاهم انه عدد كبير جدا او نسبه كبيره جدا من مصادر الطاقه غير الملوثه او مصادر الطاقه المتجدده موجوده عند الدول المضروره دلوقتي ومش موجوده عند الدول الملوثه. يعني مثلا 34% من اجمالي مصادر الطاقه المتجدده في العالم موجوده في قاره افريقيا، بينما قاره افريقيا لا تحتوي على 10% من اجمالي الاحتياطات بتاعه النفط في العالم. وبالتالي الدول دي عندها حوافز اكيده لعدم التحول. وبالتالي الدول دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه المضرور بشدة مش هو الملوث. يعني الناس، الدول الملوثة أو الدول اللي عندها شركات حتى بتشتغل في المجالات الملوثة، مش هي المضرورة. وبالتالي هو عنده كل الدوافع اللي تمنعه من التحول أو من الالتزام بالتحول. مش بس كده، ده كمان بيحقق يعني أرباح ضخمة جدا من عدم التحول. يعني تخيل حضرتك كده الصناعة مثلا صناعة المعادن أو صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية لو حولناها كلها لمصادر طاقة متجددة، ده يعني التكلفة بتاعت إنتاج العربيات تتضاعف، وبالتالي يقدر يبيع، وبالتالي يبيع أقل، وبالتالي يتضرر الاقتصاد بتاعه. علشان كده هو بيتردد تردد واسع جدا في موضوع التحول. العكس بالعكس بقى، عندنا احنا الدول المضرورة، الدول اللي تستفيد من الطاقة المتجددة، الدول اللي اقتصادياتها ما بتستهلكش كميات كبيرة جدا من الطاقة هي المضرورة، وبالتالي بتدفع في اتجاه التحول. وبالتالي بقى عندنا عالم في الغالب، يعني عالم نامي وعالم متقدم منقسم حوالين نفسه بشكل واضح جدا في موضوع التحول ده. الحلول ايه؟ الحلول اول حاجة ان احنا نسارع بشكل كبير جدا لتكسير الفجوه او الهوه دي. احنا عندنا فجوه كبيره جدا بين الطرفين، لازم نعمل بينهم جسر او بريدج، عشان كده بيسموه تكسير الفجوه دي. نعمل بريدج ازاي؟ نروح لنوع اقل تلويثه من المصادر الاحفوريه دي، بحيث ان هو ينقلنا بسرعه الى المصادر الاقل تلويثا او المصادر النظيفه. والمصدر الاقل تلويثا في الوقت الحالي هو الغاز، وعشان كده هتلاقي حضرتك مصر مثلا واحده من اهم الدول اللي بتدعو الى المسارعه في تبني استراتيجيات واسعه للتحول للغاز. ليه؟ لان مصر بتبص له على انه جسر للانتقال للطاقه النظيفه. دي اول حاجه.
الحاجات التانية ان احنا نبدأ بقى نتكلم كدول نامية يعني عن النشر وتوطين صناعات الطاقة المتجددة، لأنه طول ما أنا بعتمد على الطاقة، بعتمد على مصادر الطاقة بتاعتي أو الحاجات اللي بتولد الطاقة بتاعتي جاية من بره، مثلا زي من الصين أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا أو من خلافه، هيفضل برضه وأنا اللي عندي الطاقة بتاعتي أنا موجودة عندي مش عارف استغلها كويس، وافضل معتمد على الغرب في استغلالها، او افضل معتمد على الدول المتقدمه في استغلالها، وبالتالي لازم نبدا نوطن التكنولوجيا دي بحيث ان احنا اولا نخرج من اسواق النفط والغاز، نخرج منها تماما كمستهلكين، ويبدا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي محلي من الطاقه المتجدده. وعشان كده هتلاقي حضرتك ان مصر على سبيل المثال عندها استراتيجيه بتقول ان في 32 يبقى 42% من اجمالي قدراتنا، مش استهلاكنا، قدراتنا من الطاقه المتجدده جاي، قصدي قدراتنا من الطاقه جايه من الطاقه المتجدده، او مزيج الطاقه بتاعنا جاي من الطاقه المتجدده. وده معناه ايه؟ معناه ان احنا يبقى عندنا جزء كبير جدا جاي بينتج محليا بغض النظر عن ظروف السوق العالميه. زي ما حضرتك عارف ان مصر، مصر بتصدر جاز، لكن مصر مستورد صافي للطاقه، وبالتالي مصر بتعتمد على السوق العالمي في الطاقه بشكل واضح جدا. وعشان كده حضرتك مع كل تقلب في الاسعار مصر بتتاذي. اللي انا بقول لحضرتك عليه ده مصفوفه بتقول لحضرتك ليه الدول دي ما بتتحولش؟ وليه الدول الناميه بتحاول تدفع في اتجاه التحول؟ السؤال الثاني بقى، هم ليه ما بيدفعوش؟ ما بيدفعوش لانه عندهم اول حاجه مشكلتين. المشكله الاولى انه بيقول لك انت تشاركني ليه في عناصر، يعني في عناصر الناتج المحلي الاجمالي بتاعي؟ لا ما تشاركنيش، ما تاخدش مني حاجه، خاصه ان انا بشتغل انا بعمل المكاسب دي من مواردي الذاتيه، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هو كان بيقول لك انا كمان مضروب من التحول المناخي، ما انا كمان بيحصل عندي اعاصير وبيحصل عندي زلازل وبيحصل عندي فيضانات بسبب التغير المناخي اللي بيحصل ده. طب ما مش انت كده بتدور على صندوق للمساعدات وصندوق لجبر الضرر؟ طب ما انا مضرور، ايه رايك ادفعه لنفسي؟ وده حقيقي، عندنا حوالي 19% ل 20%، انا اسف، ل 25% من المساعدات بتاعه صناديق جبر الضرر وصناديق التكيف بتروح للدول اللي بتدفعها. يعني تخيل حضرتك كده الولايات المتحده الامريكيه راح تدفع فلوس للتكيف وجبر الضرر، يقوم يدفع لاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، يدفع بس في الولايات المتحده الامريكيه بس نفسها. بس بنفس الميزان وعلى نفس المعادله انا كمان بديلك، اقول انت بتستغل العناصر البشريه بتاعتي على الالف افريقيا، اتنين انت واخد عقود متعلقه بالتعدين عن المعادن النفيسه والاحجار الكريمه برضو عندي في افريقيا، فلو احنا هنقيس بنفس الطريقه وانا ليه اديلك وانا كمان ليه اديلك؟ لا يا فندم، ده انا بقول لحضرتك دي ارجيومنت اصلا فارغه مش مظبوطه، لانه احنا عاملين زي المثال الشهير جدا، الناس اللي راكبه في السفينه من فوق والناس اللي راكبه في السفينه من تحت. هو بيقول لك انا ما اطلعش اشرب من عندك، انا ممكن الميه تحت عندي، طب ما اخرم خرم واشرب منها. هو ده التيبيكالي حرفيا اللي هم بيعملوه. يقول لك انا باشا انا 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 مكمل في النمو بتاعي، انت بتمنعني من ان انا استغل مواردي. زي البرازيليين بالظبط، لو حضرتك برضه متابع، البرازيليين بيلوثوا بطريقه مختلفه، يعني الدول دي بتعمل انبعاثات حراريه اكتر، البرازيل بتقطع غابات فبتمنع امتصاص الانبعاثات الحراريه. فالرئيس البرازيلي اللي كان قبل لولا يقول لك ايه يا باشا، دي مواردي، ارضي، انا بستغل ارضي، انت تمنعني انت من استغلالها كيفما شئت. ازاي؟ واخد بال حضرتك ازاي؟ وهكذا. وبعدين دي بالتالي دي ارجومنتس او حجج فارغه ليس لها محل من الاعراب، والعاقل بمجرد النظر فيها يفهم ان هي حجج لاستمرار لاستغلال الشعوب، استعمار من نوع جديد، انت تبني في ارضك وتدمر لي ارضي من غير ما تضربني، انت بس باساءه استخدامك للموارد بتدمر لي ارضي انا. يعني مثلا احنا مثلا عندنا في مصر مثلا الساحل الشمالي كله، مش قصدي الساحل الشمالي، الساحل الشمالي بتاع مصر، قصدي الساحل الشمالي المصريه من رفح لغايه مطروح، اجزاء كبيره جدا منها مهدده بالجمر. عشان كده تلاقي الدوله المصريه بتسرع وبتبني مصدات للميه دي على طول سواحلها. وبالتالي الحل انه يحصل تكتل، عشان ارجع بقى لسؤال حضرتك، الحل انه يحصل تكتل بين الدول الناميه بشكل واضح تماما، تبقى ممثله فيه على قدم المساواه، ويبقى عندها قدره، عشان ما فيش دوله تنحرف بمطالب الدول الناميه، الدول الناميه تبقى ممثله على قدم المساواه فيها، وكل الدول الناميه تقعد قاعده واحده بتتكلم بصوت واحد علشان تطالب بتعديل الوضع الحالي، سواء من حيث اساءه استخدام الموارد او من حيث التعويضات اللي المفروض تدفع. طيب سواء بقى سؤال يا دكتور،
مساله انا من الناس اللي بتشوف ان الدول تبدا تتحالف مع بعضها البعض لاجل المطالبه عاده مش ناجحه، يعني بتمارس دايما علينا كلنا كل الضغوط ويتعمل لنا كل المشاكل ويتعمل لنا عدم استقرار سياسي وعدم استقرار امني للحيلوله دون ان احنا نقدر نكمل في مطالباتنا. بس هنا يجي سؤال، إذا أردنا أن نتحالف لأجل التكامل، يعني أنا من الناس اللي بتشوف أن الاقتصادات الإفريقية قادرة على أن تتكامل مع بعضها البعض إذا كان في وحدة إرادة، فهل من الوارد وإن لم يكن واردا تبقى هي العقبات أمام فكرة التكاملات الاقتصادية ما بين الدول النامية، فليكن على صعيد قاري أو على صعيد مثلا المستوى الأفرو أسيوي؟ أنا عاوز أقول لحضرتك أولاً حاجة، أنا مختلف مع حضرتك بشدة في إنه التكامل صعب، هو التكامل فيه عوائق لكن لا هو صعب ولا هو مستحيل، ودليل على كده إيه؟ عندنا دلوقتي في منظمة التجارة العالمية حاجة اسمها جولة الدوحة، جولة الدوحة دي الدول المتقدمة فيها بتحاور الدول النامية من سنة 2005، بيحاولوا يفرضوا عليهم كلام علشان تعديل موقفهم من الزراعة. ويمكن حضرتك سمعت يعني من فتره صغيره خالص يعني في وقت كورونا ان الدول المتقدمه كانت بتقول الدول الناميه ما تحتفظيش بكميات كبيره من الغذاء عندك، وكانت مصر الهند طبعا وقفت في الموضوع دوت، وكانت مصر انسحبت من اتحاد الحبوب العالمي. صحيح. بسبب هذه المطالبات، وحصل في جوله الدوحه ده تكتل من الدول الناميه رفضت فيه مطالب الدول المتقدمه على الاطلاق. الدول الناميه بتتكتل لما يكون في هدف واضح زي ما كان عندنا قبل كده كتلة العالم للانحياز اللي كانت فيها مصر ويوغوسلافيا والهند بشكل واضح. اذا كان في هدف واضح بيشكل اجماع من الدول الناميه على مصالح واضحه الدول الناميه بتتكتل. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا قبل كوب 27 وزير الماليه المصري ووزير التخطيط المصريه ورئيس البنك المركزي المصري دعوا لاجتماعات لوزرائهم الافارقه واستضافوا قمه افريقيه من اثنين يعني على مستوى الوزراء من 42 دوله علشان يبدا يحصل فيه نوع من انواع التنسيق بين الدول ال 42 علشان يبقى فيه كلام باسمهم. ومصر فعلا في قمه المناخ في 27 كانت بتتكلم باسم ال 42 دوله افريقيه، وساعتها حتى الدول المتقدمه يعني حصل لها حاله من حالات الهلع لما بدانا نتكلم عن مبادله الديون بالاضرار المناخيه. انت مش عاوز تديني فلوس، خلاص مش عاوز منك فلوس، بس انا عليا ديون، طب ايه رايك تسقطها؟ انا بس بقول لحضرتك ان الدول الناميه عندها القدره انها تتحرك، وعلشان كده صندوق جبر الضرر او صندوق التعويض عن الضرر ظهر في 27، وفي 28 اتنفذ اليات. وانا بقول لحضرتك ان الدول الناميه لو تكملت في تكتلاتها وخدت مواقف اكثر حده هتقدر تجبر الدول المتقدمه، واذا يعني ما قدروش يجبروا الدول المتقدمه هيخلوهم على الاقل خالص يجدوا اجندات واضحه تماما بالتزامات واضحه. ومن هنا الدول الناميه عندها قدره كبيره جدا في التحرك ده، خاصه بقى انه ايه الدول المتقدمه كمان بتضايق على الدول الناميه في مجالات المناخ. يعني لو حضرتك برضو عشان بس انوه للساده المشاهدين، الاتحاد الاوروبي اخذ قريب جدا اجراءات هتمنع دخول منتجات الدول الناميه اللي بتستخدم الكربون. تخيل حضرتك الدول اللي يعني انا عارف حضرتك ايه، انت بتقول لي انت بتعمل رغيف عيش على الفحم مش هدخله عندي، طب انت بتعمل تريلا على الفحم هتدخل عندك في اسواقك. ده اللي الاتحاد الاوروبي عامله. الاتحاد الاوروبي بيقول لك ان المنتجات بتاعت الدول اللي بتستخدم منتجات ملوثه للبيئه انا هفرض عليها ضريبه كربون. والله أيوة. اذا كان اصلا انا اقتصاد نامي كل منتجاتي منخفضه الطاقه وبالتالي بستخدم فيها منتجات مدخلات بتروليه يعني ملوثه للبيئه في الغالب عند الدول الافريقيه كلها، انت بتقولي مش هدخل منتجاتك؟ طب انا كمان انت كمان بقى انا همنع دخول منتجاتك بشكل ما، هفرض عليك عوائق بنوع تاني. وبالتالي الدول المتقدمه بتدفع دفعا الدول الناميه ان هي تتكتل. الدول الناميه بس عاوزه لحظه تفكير واحده تاخد فيها اجراء حاسم. صح. يعني كلام حاسم على ان هي تبدا تنظر الموضوع. صح. ده وتمنع تكرره. اتفق معاك 100%. انا بشكرك مره تانيه دكتور محمد شادي باحث الاقتصاد السياسي الكبير والمرموق، اشكرك مره كمان.